أعزائي الطلاب، مرحبا بكم من جديد. بنستكمل مع بعض إن شاء الله درس التنوع في الكائنات الحية. رابع مملكة عندنا هي المملكة النباتية أو كينجدام بلانتي. المملكة النباتية هتقسم إلى نباتات لا وعائية ونباتات وعائية. النباتات اللاوعائية مقصود بها نباتات لا تحتوي في تركيبها على أوعية ناقلة، أما النباتات الوعائية فهي اللي بتحتوي في تركيبها على الأوعية الناقلة. النباتات اللاوعائية هناخد فيها قسم اسمه الحزازيات، وفي الحزازيات هناخد طائفة اسمها الحزازيات القائمة، والحزازيات القائمة هندرس مثال عليها اسمه الفيوناريا. أما النباتات الوعائية فهنقسمها إلى نباتات لا بذرية ونباتات بذرية. النباتات اللا بذرية مقصود بها نباتات غير منتجة للبذور، أما النباتات البذرية فهي النباتات المنتجة للبذور. النباتات اللا بذرية هناخد فيها قسم اسمه الصرخسيات، والصرخسيات هناخد فيها مثال كزبرة البئر أو الأديانتم. طيب النباتات البذرية تقسم إلى معرات البذور ومغطات البذور. مقصود بمعرات البذور هنا اللي هي النباتات بتنتج بذورها مكشوفة أو معرة، أما مغطات البذور فهي بتنتج بذورها مغطاة أو داخل الأجسام اللي هي الثمار. النباتات معرات البذور هناخد فيها قسم اسمه النباتات المخروطية، وهناخد مثال على النباتات المخروطية اللي هو نبات الصنوبر الأصفر أو البينس. أما المغطاة البذور فهنستعرض أهم الفروقات بين ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين. طيب تعالوا نشوف كده أول نبات عندنا اللي هو نبات الفيوناريا. هذا النبات إما أنه بيكون وحيد المسكن أو ثنائي المسكن، وبينمو النبات ده في الأماكن الرطبة، وطبعا بينمو بكميات كبيرة جدا لأنه نبات صغير بيغطي مساحات كبيرة من الأرض. النبات بنجده مكون من طورين في دورة حياته، طور مشيجي وطور جرثومي. طبعا بتجد ان الطور الجرثومي بينمو فوق الطور المشيجي وبينتهي بكبسولة بتحتوي على الجراثيم. السائد في دورة الحياة هو النبات المشيجي. طبعا هنا في عندنا شريحة بتوضح لنا شكل النبات المشيجي، طبعا نفس الشريحة بيكون فيها النبات الجرثومي اللي هو الجزء ده كده، ده الساق بتاعته، لكن احنا قسمنا طبعا الشريحة على صورتين لان كان صعب ان احنا نحط النبات كامل في شريحة واحدة. طبعا هنا في عينة لنبات الفيوناريا محفوظ. النبات الثاني اللي هو كزبرة البئر او الاديانتم، اهم صفاته اللي هو بينمو في البيئات الرطبة والظليلة. الطور الجرثومي عندنا هو السائد في دورة الحياة، يعني كل اللي احنا شايفينه ده هو ده الطور الجرثومي للنبات. طبعا الطور الجرثومي بيتكون من مجموعة من الريشات اللي هي الواحدة من دي كده اسمها ريشة، يعني دي كده على بعضها اسمها ريشة، وكل ريشة بتتكون من عدد من الوريقات، كل وريقة اسمها ايه يا شباب؟ اسمها رويشة. يبقى اللي قدامنا دي الأوراق الخضراء الصغيرة دي كل واحدة منها اسمها ايه؟ رويشة. طيب الرويشات بتحمل على سطحها السفلي زي ما احنا شايفين البثرات الجرثومية اللي هي بتكون موجودة تحت الغطاء الكاذب ده. يعني لما نيجي نشوف السطح السفلي للرويشات هنجد ان في غطاء تحت كده، وهذا الغطاء بيحتوي داخله او تحتيه على البثرات الجرثومية. المثال اللي بعد كده عندنا اللي هو الصنوبر الاصفر، ده مثال على النباتات المخروطية، ودي عبارة عن اشجار طويلة الساق بتنمو بشكل هرمي والاوراق بتاعتها بتكون ابرية الشكل. أعضاء التكاثر في النباتات المخروطية هي المخاريط المذكرة والمؤنثة. طبعا عندنا في الصورة هنا ده شكل للمخروط المؤنث، بيكون حجمه كبير بالشكل ده كده، المخاريط المذكرة بتكون أحجامها أصغر من كده. طيب لو جينا نستعرض أهم الفروقات بين نباتات ذوات الفلقة الواحدة ونباتات ذوات الفلقتين من ناحية الجذور. طبعا جذور نباتات ذوات الفلقة الواحدة بتكون جذور عرضية، أما في ذوات الفلقتين بتكون جذور وتدية. تعرق الورقة يعني شكل طريقة التعرق لأوعية الخشب واللحاء في نصل الورقة. في النباتات ذوات الفلقة الواحدة بيكون متوازي، التعرق هنا متوازي، يعني بتجد مثلا أن الورقة بتاخد الشكل ده كده وفيها عرق وسطي، فالتعرق هنا ممكن يكون متوازي عرضي بالشكل ده كده، العروق جانبية ومتعامدة على العرق الوسطي، ده بيسموه تعرق متوازي عرضي. وقد يكون التعرق عندنا متوازي طولي زي مثلا
اوراق النباتات العشبيه او نبات الذره، بتجد ان في عرق كده وسطي، والعروق الباقيه كلها بتبقى موجوده في صوره متوازيه مع العرق الوسطي. فهنا بنسميه اما انه تعرق متوازي طولي زي ده كده، او تعرق متوازي عرضي زي ده كده. في النباتات ذوات الفلقتين تعرق اللي موجود في الاوراق بيكون تعرق شبكي، يعني بتجد ان العرق الوسطي كده والعروق الجانبيه بتكون كلها موجوده في صوره شبكيه بالشكل ده. بالنسبه للزهره، طبعا الازهار في ذوات الفلقه الواحده بتكون احاديه المسكن وحيده الجنس، او بتكون ثنائيه المسكن او ايه خنثى. البذور طبعا البذور في ذوات الفلقه الواحده بتكون ذات فلقه واحده بس، يعني بتوجد فلقه واحده مع الجنين، بينما في ذوات الفلقتين الجنين بيكون مصاحب له فلقتين بتحمل المواد الغذائيه اللي بتساعده في مراحل نموه الاولى. بكده نكون انتهينا من درس التنوع في الكائنات الحيه، ارجو ان احنا نكون قدمناه بصوره مبسطه وسهله، وان شاء الله اراكم في دروس لاحقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.